يبدو أن الفريق الاستشاري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي يائس من معالجة الأحوال الاقتصادية والسياسية في البلاد أو مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشكل إيران بؤرة انتشاره في الشرق الأوسط، فذهبوا إلى احتراف برامج الفوتوشوب ورسم الصور. موقع المرشد الإيراني أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصور الغريبة التي ينشرها، ولا سيما بعد مقتل قاسم سليماني قائد ميليشيا فيلق القدس المصنفة على قوائم الإرهاب في ضربة جوية أمريكية بالعراق. الموقع نشر صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى وجهه صفعة ربما اعتبرها درويش الملالي دليلا على قوة الرد المسرحي الإيراني الذي لم يطل عسكريا أمريكيا واحدا. كما نشر أيضا صورة لقاسم سليماني في الجنة ومعه المرشد الإيراني السابق الخميني وعماد مغنية وأبو مهدي المهندس وغيرهم من أذناب إيران. الهوس الإيراني بسليماني أو ربما تأثير الصدمة لم يتوقف عند ذلك، بل نشروا صورة أخرى له على شكل تمثال وهو يقتل أفعى مرسوما عليها علم أمريكا مستخدما ساريا بعلم إيراني. ومؤخرا نشر الموقع صورة ظهر فيها زعماء ميليشيات تابعة لإيران وشخصيات أخرى ضمن ترتيب استبطن منها خريطة أذرع طهران المسمومة بالشرق الأوسط. واستعرضت طهران من خلال الصورة أدواتها لتدمير وتخريب المنطقة، مصرة على ذات التوظيف للقدس والقضية الفلسطينية في إطار مزايدات جوفة. وبالطبع كان قاسم سليماني حاضرا في الصورة على شكل غمامة تظلل قبة الصخرة، ليعيش أنصار الملالي في حلم جميل لكنه موجود في مخيلتهم فقط.